الأخيرة رح نروح فيها بعالم الطب الأسنان. كثير مننا عنده مشاكل بأسنانه، أغلبيتها هي يمكن مشاكل صغيرة، بس مع العمر عم نكتشف قديش هي بتأثر على أسناننا، على جودة أسناننا وعلى بقائهم سليمين. ومن أبرز هي المشاكل هي مشاكل الفراغات بين الأسنان. شو أسبابها؟ كيف علاجها؟ بأي عمر لازم نحن نظبط ابتسامتنا؟ وشو هي الآثار الجانبية على الأسنان نتيجة الفراغات الموجودة، إن كانت متوارثة أو إن كانت نتيجة ممكن أخطاء بالتقويم الأسنان؟ رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع دكتورة دانا مسلم، أخصائية طب أسنان. صباح الخير دكتورة. بونجور. صباح الخير. يا هلا. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عن فراغات الأسنان، هي كتير كتران، يعني بتلاقي بكل عائلة بتلاقي حد أسنانه فرق، وشو هي منشأة لهي القصة؟ صحيح. لا حلو انه نحكي عن هالموضوع، لانه بصراحه بنشوفه كثير عند جميع الاشخاص بمختلف الاعمار، يعني عند الكبار، عند الشباب والصبايا، وحتى عند الاطفال. هلا الفراغات هي عباره عن من اسمها فراغ بين اي سنين متجاورين ضمن الفم طبعا، او اكثر، يعني ممكن يكون موضع بس بين سنين، او انه يكون معمم على الاسنان، فبنسميها هون فراغات معممه. كمصطلح علمي متعارف عليها الدياستيما، اللي هو الفراغ اللي بيكون دائما بين السنترالز، الثنيتين العلويتين المركزيتين، يعني هذول الاثنين اللي بالنص. بنلاحظ عند بعض الاشخاص انه بيكون في فراغ كبير بيناتهم، كمان هي شائعه. وممكن هالفراغات يعني اما بتكون صغيره غير ملحوظه ما بنشوفها اصلا، بيشكي منها المريض، يعني بيعاني من اعراضها، انما ما بيكون ما عملت له مشكله تجميليه، او انها بتكون كبيره وواضحه بنشوفها بالعين المجرد يعني. وهون بيكون الشكوى الرئيسيه اكثر جماليه. لكن الفراغات هي الشكوى تبعها هي جماليه 100%، ما في لها اثار جانبيه ثانيه؟ لا اكيد في لها اعراض كثيره هلا بنحكي عنها. خلينا نعرف بس شو هي. هلا شوفي، مثلا اول شكوى بيجي فيها المريض اذا كانت هالفراغات كبيره وواضحه مثل ما حكينا، فبتكون مشكلته تجميليه بشكل رئيسي. أوكي. لما بتكون صغيره بس بين تلاقي فراغ صغير هو مو شايفه بس ما عم يعرف انه شو المشكله الحقيقيه. اول شكوى بيقول انه عم بيعلق الاكل بين سنين، فانا دائما هون في انزعاج، دائما في ورم باللثه بهالمنطقه هي نتيجه ضغط بقايا الطعام اللي عم تضل بين هالسنين، فعم تنحصر بين السنين واللثه، فبنلاقي صار في تراجع باللثه، تكرار التهابات بهي المنطقه، احمرار، توذم، فبيشكو المريض من ايضا رائحه كريهه بالفم. فهي الاعراض هي بتدلنا انه في مشكله، ما التماس بين السنين ما بيكون صحيح. الشكل الطبيعي اي سنين متجاورين لازم يكون في بيناتهم تماس، يعني في كونتاكت بوينتس او سطح تماس صميمي بتكون مرتصفه بشكل صحيح. هون ما بيقدر لا يعلق بقايا اكل، لا يصير التهابات متكرره، فهون بيكون الوضع سليم. لما ببلش المريض يشكي من هالتفاصيل هي بنعرف بقى، بنبحث نحن عن الفراغ الموجود. تمام. اكيد بس نبحث عن الفراغ بدنا العلاج. عم نشوف العلاج عند الدكاتره عم بيكون اما تقويم الاسنان او بحشوات، بيعبوا الفراغ بحشوه، كمان خلينا نحكي عن سلبياتها وايجابياتها. والتقويم بعد بفتره بقول لك هلا صاروا اسناني صفه وحده، بعد بفتره رجعوا صاروا فرق، كمان نحكي عن هي المشكله وكمان كيف حلها. اكيد. هلا العلاج دائما بيتبع السبب، يعني المريض اللي عنده فراغات معممه ومتعدده بين كل الاسنان، فهون بصراحه الخيار العلاجي الاول بيكون التقويم، يعني فورا انا بحول المريض على المعالجه التقويميه لانها هي الافضل والانسب، بتحمي الاسنان، ما بنضطر نبرد من الاسنان، بتعيد ارتصافهم بشكل صحيح، وبنكون ما خسرنا شيء من النسج السنيه. بس ممكن بعد فتره يرجعوا الاسنان يصيروا فرق من بعد التقويم بفتره. صحيح. هلا هذا النكس بيصير نتيجه عدم التثبيت، يعني نحن بس نخلص المعالجه التقويميه بشكل كامل، الطبيب التقويم بيعطي المريض مثل جهاز بنسميه الريتينر او المثبت، بيحطه باوقات بيخبره عنه الطبيب، اما طول فتره النوم او خلال النهار او بس بيشيله وقت الاكل. فهي عمليه التثبيت هي اهم حتى من العلاج نفسه، لانه هي يعني بتخلي الحاله تثبت على النتيجه اللي اخذناها، ما بتخليها ترجع تنكس. كمان العمر بيلعب دور، يعني احنا لما بنعمل التقويم باعمار مبكره بناخذ نتائج افضل، بناخذ نتائج اكثر ديمومه، بينما الاعمار شوي المتقدمه او الشباب بنلاحظ انه بياخذوا حرام وقت اكثر ليحصلوا على النتيجه، وبتنقص عندهم الحاله بشكل اكبر. دكتوره دانا كنا عم نحكي
بقصة تحت الهواء انه من بعد التقويم ومن بعد التثبيت ايضا رجعوا الاسنان طلعوا، بس خلينا نركز على هي النقطة قبل ما ننتقل الى محور ثاني، انه دراسة العقل ممكن هن يكونوا اثر، او كمان خلينا نحكي بالزوايد اللحمية يلي بتكون بين السنين اللي من قدام كمان قديش هي لازم تنشال هي لحتى مع وضع المثبت عم يرجعوا يفرقوا الاسنان. صحيح، اللي عم تحكي عنه هو اللجام الشفه اللي يكون احيانا بين السنترلز او الثنيتين الاسنان المركزيه العلويه، هن المسبب الرئيسي لوجود هالدياستيما اللي حكينا عنها. فاذا ما انشالت يعني بجراحه صغيره بسيطه حتضل هي مثل حاجز، يعني مهما نحن حاولنا نضب بالمعالجه التقويميه حيضل فيها الفراغ لسبب وجوده، فهي اكيد الطبيب يعني بيخبر مريضه انه هي لازم تنشال، هي اول شيء. بالنسبه للنكس بالتقويم قلت لك في امور كثيره، يعني اما خطا اثناء المراحل المعالجه ما تابع المريض، يعني التقويم ليش الناس شوي بتاكل همه؟ لانه بده متابعه، يعني انا كل 15 20 يوم مفروض المريض يروح عند الطبيب بيشد بيعمل بيزيد بالحركات، يعني هو مو صلب اختصاصنا بس انه في متابعه من قبل المريض، هي اولا لتاخذي نتيجه منيحه، واهم شيء مرحله التثبيت لازم نكون يعني المريض متعاون. هلا دراسه العقل كثير عالم بتخاف منها انها يعني تاثر على المعالجه تبعها، غالبا هي ما بتاثر بمعظم الحالات، دائما اذا في شذوذ معين ببزوغ الاسنان ببزوغ دراسه العقل او ارحاء الثالثه هي اسمها، فهون بنعمل صوره بانوراما بنطلب تشخيص صحيح انه نتاكد اذا البزوغ تبعها فيه ميلان، لما بتكون مايله ممكن تاثر على تعمل تراكبات هيك بالاسنان الاماميه السفليه ممكن تكون مسبب، لكن غالبا هي ما بيكون لها علاقه. واذا في مشكله هون بيتم يعني استئصالها او قلع جراحي. حكينا عن علاج ممكن يكون التقويم، بس كثير من الاشخاص يعني ما بيفضلوا التقويم، يعني ما بدهم يحطوا شيء مده طويله، صحيح يعانوا من التقويم. خلينا نحكي عن الاجراءات الجديده بالطب، اكيد بطب الاسنان الحديث شو في عنا شيء جديد، اجراءات سريعه لتعطي انه صفه الاسنان تكون حلوه والشخص اكيد يزيد ثقته بنفسه كمان. انا بصراحه كاخصائيه تجميل فورا بيروح يعني الخيار العلاجي عندي على التجميل، الخيارات العلاجيه التجميليه، القشور الخزفيه وهالقصص، بس نبهنا على موضوع التقويم لانه فعلا هو علميا هو الخيار الاول لعلاج الفراغات بين الاسنان. عم نحكي عن الفراغات المعممه بعمر صغير، الظروف كلها بتساعدنا ناخذ نتيجه جيده. هلا في اشخاص مثل ما حكيتي ما عندهم وقت، او مثلا بيجونا من سفر ما معه وقت انه يتابع بالمعالجه التقويميه، او ما له يعني بعمر ما خرج انه يحط الاسلاك والحاصلات وهالقصص، ففورا ننتقل للعلاج او الخيارات العلاجيه التجميليه الاخرى مثل القشور الخزفيه اللي بنسميها فينيرز لومينيرز، عدسات الايماكس عم يسموها مسميات كثيره، لا هو نفس المفهوم بالنهايه، هي عباره عن قشور من يعني تلصق على سطوح الاسنان الخارجيه لحتى تعدل تسكر لنا هي الفراغات، بنعدل شوي باطوال الاسنان باحجامها، بتحكم ايضا باللون، فبتخدمنا كثير، بنرجع التماس والارتصاص الصحيح للاسنان، فبتخدمنا بهيك نوع من المشاكل حتى لو كانت الفراغات صغيره ومعممه كمان بتعالجها. هلا في خيارات اخرى، مثلا اذا كان في عندي فقد، يعني الفراغ ضمن الفم موجود نتيجه فقد سن ما، يعني في اشخاص عندهم الاسنان ناقصه وفي اشخاص عندها اسنان زائده، يعني طبيعي يصير في شذوذ ببزوغ الاسنان، ممكن يكون في سن ناقص، بهي الحاله لازم نعوض عن الفقد، يعني سواء هالسن مفقود لانه ما يعني فقد ولاديا او انه تم خلعه من قبل الطبيب لسبب ما، فما نترك مكان السن المفقود فاضي، يعني باسرع وقت ممكن لازم يتم التعويض عن هالسن، اما بزرعه او جسر بيتناقش بالخيارات العلاجيه الطبيب مع المريض. بس ما نترك هالفقد لانه له اثار كثيره، وجود هالفقد هذا الاسنان مرتصفه بشكل يعني متماسه مع بعضها، فلما يصير في فقد بسن ما هالاسنان المجاوره بتميل باتجاه الفقد، الاسنان المقابله بتتطاول باتجاه الفقد، فبصير المشكله صارت على عدد اكبر من الاسنان، يعني تورطنا بعدد اكبر من الاسنان صارت بالمشكله، فاول ما يصير عندي فقد ما فورا نعوض عنه. نعم دكتورة دانا، خلينا نحكي أكثر أيضا ضمن الحلول، في كثير من الأشخاص بيعملوا حشوات ضوئية ولكن بطريقة غلط، هون عم ينتج عنا يمكن مشاكل، إما باللثة إذا كانت الحشوة الضوئية، ما بنحكي معاناتي أنا أكيد ما بفهم بالدولة التفاصيل، لكن في معاناة كثير عم تكون، ممكن الحشوة تفوت كثير تكون غارزة باللثة، ممكن يكون توضعها غلط، ممكن تكون ملاصقة جدا بين الأسنان أو
متباعده بطريقه ما. خلينا نحكي عن الحشوه الضوئيه وقديش لازم تضل بين الاسنان وشو الطريقه الصحيحه بوضعها وايمت نحن لازم عن جد نروح نشيلها لانه خلص ممكن تعمل مشاكل اكثر واكثر. مزبوط. هلا الطبيب الناجح هو اللي بيستمع لشكوى المريض فحكي okay. كله صح كونه من شكوى شخصيه. الحشوات التجميليه لها مزايا كثير اذا تم تطبيقها بطريقه صحيحه من قبل المريض من قبل الطبيب بتكنيك معين فهي بتكون يعني بتخدمنا بتكاليف اقل وبجهد اقل. فيعني هي ما بدنا نقول انه هي سيئه انما اذا طبقت بطريقه سيئه هون بقى بيبدا المشاكل. يعني لازم الطبيب يحط المريض بصوره الاشياء يعني يقول له انه في هاي الحشوات قابله انه تتغير لونها قابله انه تنكسر قابله انه يصير في فراغات اذا ما تمت العنايه فيها. فهي الحشوات يعني بتتسبق بالملونات من الاشخاص اللي بياخذوا قهوه وشاي ونسكافيه كثير بشكل يومي المدخنين قابله عندهم الحشوات انه يتغير لونها مثل ما حكيتي تصفر او تسود فهون بيصير يعني المنظر سيء. هي نقطه. النقطه الثانيه اذا كانت ما يعني ما لم طبقها او الطبيب هذه خطا تقني يعني ما كان فاصل منيح بين الاسنان ما حاطط فصل يعني خلال بين الحشوات فبتصير التماس سيء. بنرجع لنفس المشكله انه التماس السيء بيسيء للثه فبيصير التهابات باللثه بيصير تورم بيصير رائحه فم كريهه فما بتكون خدمتنا بالشكل الصحيح. فهو خطا تقني اكثر من انه يكون مسؤول المريض عنه. مثل ما حكينا هلا دكتور عن الفينير والشغلات التجميليه الحديثه كمان لها مشاكل كثير كبيره، الاشخاص مثلا عم يحطوها ممكن يهروا هن عم بياكلوا ممكن ينكسر، كمان كثير عم نسمع مشاكل للفينير، شو اسباب مشاكل الفينير؟ ليش عم بيهر يعني؟ ليش اللي عم بيركب فينير ما عم بيقدر ياكل مثل قبل ما يركب فينير؟ كمان يعني عم بيفقد هي القصه بحياته كمان، خلينا نحكي عن هي المشكله وشو هي حلها. صحيح. هلا اي تعويض دكتور عفوا كمان في صار الناس هلا يعني كل 5 سنين عم يبدلوا الستس الاسنان كلها. صحيح. هلا موضوع الفينير موضوع كثير كبير وانا بحب كثير اني احكي عنه. هلا فكره اي تعويض تجميلي سواء كان حشوات سواء كان مثل ما عم تحكي فينيرز او القشور هي كلها اذا طبقت بطريقه صحيحه فنحن ما مفروض نعاني من اي مشكله. يعني التطبيق الصحيح او الخطوات الصحيحه لعملها كثير بدها تكون حساسه ومتقنه وبدها يعني اخصائي، مو اي طبيب اسنان قادر انه يعمل هالاجراء التجميلي هذا بتفاصيله كلها بدون ما يعني يصير اخطاء او مشاكل. فالاخطاء اللي عم تحكي عنها انه يفك الفينير، ما بيصير يفك الفينير لانه الالصاق تبعه جدا قوي. اذا كان عم ينعمل بالشكل الصح التخريج من تفاصيل كثيره يعني ما بدنا نفوت فيها من قبل الطبيب وعاطي الطبيب التعليمات اللازمه للمريض. يعني انا الفينيرز اول ما اخلص بقول له للمريض انت ممنوع القطع، يعني انا ما فيني امسك جزره وعضه على الاسنان الاماميه. تمام. ممنوع المكسرات، يعني لازم يكون عاطي التعليمات. فاذا المريض التزم بهالتعليمات والطبيب كان عامل الخطوات بشكل صحيح ما مفروض لا يفك ولا يكسر. يعني هاي الاخطاء بيكون في مشكله ما، اما بالشكل الطبيعي هاي الفينيرز بتلزق على سطح السن بشكل كثير قوي وكثير صعب فكها حتى. ومفروض تصير جزء من السن، يعني بتصير كانه المفروض المريض يقدر ياكل على القشور هي مثل كانه عم ياكل اسنانه الطبيعيه، بتصير جزء يعني لا يتجزا ولا ما في فاصل بينه وبين السن، فبيقدر ياكل بشكل طبيعي المفروض، بيقدر يحكي اللفظ عنده لازم يكون بشكل طبيعي، ما يكون في بيلدغ بحرف او الثين السين، عرفتي كيف؟ فهي المفروض المريض ما يطلع من عياده الطبيب التجميل الا ما يكون متاكد من هالنقط، خاصه انه دافع كثير. صحيح. في جهد في تكاليف كبيره في الم، يعني في امور كثيره ما لازم يرضى المريض غير انه يكون متاكد انه في فراغات بين اسنانه هو قادر انه ينظف بالخيط. انه بيضاينوه شغلتين كثير مهمه لانه عم نشوف عن جد كل الناس عم 5 سنين عم ترجع تبدل الفينير نتيجه انه في بيكون خطا، اما عم يتغير اللون او عم يتغير لون اللاصق. يعني كثير مهم ننبه المريض، مو شغلته المريض يعرف هي التفاصيل، فنحن بس نقول له خطوتين قبل ما اطلع انا من عند الطبيب. لازم المريض يعرف انه هو قادر ينظف بين اسنانه، يعني انا اذا مسكت خيط ودخلته بين اي سنين مفروض الخيط ينزل ويطلع بشكل طبيعي لحتى نتاكد انه الطبيب عامل لي التماس الصحيح لهالفينيرز مثل الاسنان الطبيعيه. هي اول نقطه، هون بيطمن المريض انه هو حيقدر ينظف اسنانه بشكل صحيح، ما حيصير عنده التهابات، ما حيصير عنده ما يعلق الاكل بين الاسنان، فهي كمان مشكله. يعني لو حصلنا على نتيجه جماليه حلوه ومرضيه وبعدين هي التفاصيل كلها الناحيه الوظيفيه بنفس الاهميه الجماليه صحيح.
الصحيه حتى ما يصير كمان مشاكل باللثه. شكرا دكتوره، شكرا على معلوماتك القيمه. شكرا شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. ميرسي كثير لك دكتوره دانا مسلم، اهلا وسهلا فيك، شرفتينا.